التعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بهدف رفع مستوى الوعي بقيم التسامح والتعايش السلمي. احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية من خلال أعداد المبادرات والندوات والبرامج مثل الأخلاق كنوز الأرزاق وغيرها، وذلك من أجل إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف. وقال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن التسامح هو الركن الأساسي لبناء الأخوة الإنسانية والتعليم المشترك الذي يشكل منطلق وقاعدة كبيرة لترسيخ السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم، وهدفنا هو رفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية. ومعنا على الهاتف الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. بنرحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا وسهلا يا فندم بسيادتك. تحياتي لحضرتك أستاذة زينب. بداية، ما هي أسباب احتفال المديرية باليوم العالمي للأخوة الإنسانية؟ الحقيقة هو هدف من أهداف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة الأستاذ أيمن موسى مدير المديرية، إننا بنحتفل بكل الأيام العالمية اللي بيكون ليها خصوصية في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات. فمن ضمن هذه الأيام اليوم العالمي للتسامح والإنسانية، بنعلم في أبنائنا الطلبة والطالبات وبنأكد عليهم أن التسامح ده قيمة أخلاقية ومبدأ ديني مهم جدا، لازم بتحس عليه كافة الأديان السماوية، فلازم يكونوا الطلبة والطالبات لديهم تسامح، لديهم نبذ العنف، نبذ التنمر من أجل مستقبل أفضل ليهم ولأسرهم. نعم أستاذ زينب، ما هي ردود أفعال الطلاب من المشاركة في مثل هذه الفعاليات؟ طبعا بيكونوا مبسوطين جدا وسعداء وبيكونوا فرحانين وبيتعلموا، بيكتسبوا مهارات جديدة وخبرات جديدة وبيكتسبوا أخلاقيات بتكون كويسة بتنفعهم. وتعالي حضرتك نتفق أن الطفل داخل المدرسة هو سفير لأسرته، فأنا بشوف التنشئة بتاعته وبحاول أني أنا أساعد مع الأسرة في تربية ونشر جيل يكون لديه قدر كبير من التسامح وقدر كبير من القيم الأخلاقية العالية المبنية على الود والمحبة ونبذ العنف ونبذ التنمر. نعم الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة.